عاجل: تصفية قائد عسكري كبير بقوات التحالف في الحدود الجنوبية للسعودية، وهذا ما حدث. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أقدم ضباط تابعون لقوات التحالف قبل قليل على قتل قائد عسكري من قادتهم بجبهة محافظة الجوف شمال اليمن. وأكد مصدر خاص لوكالة الصحافة اليمنية أن العقيد عثمان عبد الولي الشائف، رئيس عمليات اللواء الأول حرس حدود، تم تصفيته من قبل ضباط في قوات التحالف في الصحراء الفاصلة بين محافظة الجوف والحدود الجنوبية للسعودية. يأتي ذلك بعد يومين من فرار مجندي اللواء الأول حرس حدود من المعارك في صحراء اليتمى بمديرية خبوة الشعب باتجاه صحراء البقع ونجران جنوب السعودية. الجدير بالذكر أن موقع صوت الأسرى الموالي للتحالف نقل عن مصادر عسكرية أنباء تتحدث بأن القوات السعودية اعتقلت العديد من ضباط ومجندي ألوية حرس الحدود في اليتمى، وقامت بالاعتداء عليهم بالضرب واقتيادهم للسجون السعودية.